من النجم ننتصر، لكن شوف ظروف المباراة كيف صارت. المباراة كانت صعيبة، تعرف اللي فما حاجة الناس تعرفها ايش، احنا ما نلعبوش الكرة معناتها في رمضان ونتعبوا، خلي ملاعبيها بطبيعتهم مهما باش تكون الظروف ومهما باش تقولوا ما تسهرش، هو كان ناطر يخرج من التيران نص الليل نص الليل ونص، ما نصورش النجم ياكل كيما ياكل في الفطار، ما فهمت فما في جنيه وفما عشاء وفما فطور، هذا من كل الظروف. يمكن زاد ما نعرفش ان شاء الله باش ندعم الرصيد البشري نتاع الفريق، اللي الناس لازم تفهم معناتها ما نحبوش ننتدبوا لاعبين مجرد الانتداب، معناتها باش بعد يقعدوا علينا يلوموا علينا كيفاش يقولوا لنا جبتم لاعبيه فان دي كونترا ولاعبيه ماهمش شاتيو الاضافه، الملاعبيه اللي الكاتيجوري اللي توا باش نختاروها ملاعبيه الكل موجودين في المنتخب الوطني، وان شاء الله دي سي 48 فما على الاقل ثلاثه ملاعبيه ترانزا باش ينضموا للفريق الصفه الرسميه، وفما اللاعبيه جانب كما تعرف انا عديت بالنسبه للملاعب الجزائر ان شاء الله في قريب انا عديت 17 يوم في الجزائر، معناتها لاني عندي مركي هذه لا عندي حتى شيء، مشيت باش نحاول باش نفضل الظروف هذه ان شاء الله في القريب العاجل. الناس كل قاعده تسعى، رئيس النادي غادي يسعى لها ومدير غادي تسعى رصيده بيت قيمه، الناس لازم بالحق توا تتغشش يمكن، لكن لازمها تصبر على الفريق شويه، نعرف اللي فتره حساسه شويه، هذاك وين يجي حب الفريق ما يجيش راه وقت اللي الدنيا شيخه والدنيا باهيه، الناس كل يعني نحب السياسي يحب الفريق ولا يحبه في الاوقات الصعبه، وما نصورش فما ناس تخدم ضد الفريق نتاعها،